حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. الفيديو اللي شفتوه بعد شارة البرنامج هو استمرار مسلسل استهداف المتظاهرين في محافظات العراق على يد القوات الأمنية واستخدامهم للذخيرة الحية. كان الفيديو لمتظاهري محافظة ذيقار وهم تحت وابل الرصاص أو وابل الإطلاقات الحية من قبل القوات الحكومية. أي شخص يحب يشارك البرنامج، أرقام البرنامج تظهر أسفل الشاشة على الرقم الموجود حاليا والأرقام الأخرى أيضا. أتمنى تتصلون بنا وتبدون آراءكم. هذن الأرقام الثانية إضافة إلى الرقم العراقي، وعندنا رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. أتمنى للناس اللي تحب تراسلنا بخصوص الواتساب أن تكون رسائل مكتوبة، لا أقدر أسمع أي فويس أو أستقبل أي مكالمة على هذا الرقم، وأتمنى أن تكون الرسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها للسادة المشاهدين قبل نهاية البرنامج بدقائق. مشاهدينا الكرام، قبل ما نحكي بالعراق واللي دا يحصل بالعراق اليوم، هيئة علماء المسلمين وجهت رسالة مفتوحة بينت بها الشكر والثناء إلى الكوادر الطبية اللي هم مثل ما وصفتهم أنه هم خطوط الدفاع الأولى لمواجهة وباء كورونا الخطير، وسعيهم المستمر لاكتشاف علاج إلى يكون سببا في شفاء المرضى وإنقاذ البشرية من هذا الوباء ثمنت بها جهودهم الكبيرة في مواجهة هذا الفيروس. وأكدت أنه كفاح الأطباء المستمر منذ ظهور الوباء وبقائهم في المستشفيات وموت الكثير منهم لم يثنهم عن الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم في أداء واجبهم، وهذا ما يظهر الجانب الإنساني المشرق عند هذه الفئة التي حملت على عاتقها مسؤولية هذه المهنة الإنسانية حتى أصبحت الأمل المنشود للناس. أما في خصوص الوباء في العراق، بيانات رسمية أكدت تسجيل 30 إصابة بست محافظات بينها العاصمة العراقية بغداد، 5 في جانب الكرخ، ودائرة صحة النجف سجلت إصابة جديدة، حالة وفاة واحدة وتماثل أحد المصابين للشفاء أيضا، وصحة البصرة سجلت إصابة وتماثل 8 مصابين للشفاء، وفي بابل دائرة صحة المحافظة أكدت إصابة 9 أشخاص بفيروس كورونا، وسجلت المثنى حتى اللحظة 7 إصابات. وفي كردستان العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 إصابات جديدة بالفيروس وتماثل مصابين 2 للشفاء. نتمنى لكافة الشعب العراقي ولكافة المسلمين ولكافة المصابين في العالم الشفاء والخلاص من هذا الوباء. في خصوص حلقة اليوم، مثل ما شفتوا في الفيديو بعد شارة البداية، متظاهري ذيقار، شهر رمضان، شهر الخيرات بالساحات، وابل من الرصاص الحي اتجاه المتظاهرين، محاولة لتفريق المتظاهرين بأبشع السبل في شهر رمضان المبارك. قيس من الحلة ويانا، حياك الله. حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وبارك الله بكم على هذا المتابعة والمواصلة باتجاه قرارات ونشاطات الشباب المحتج. نعم. أهلا وسهلا بكم أخواني. حياك الله قيس، تفضل. نحن في هذا التاريخ تحديدا أكملنا الشهر السابع على التوالي، والاحتجاجات مستمرة بخصوص طلبات المتظاهرين، طلبات شرعية وطلبات خرجت بأسلوب سلمي وأسلوب حضاري، إلا أنه للأسف الشديد تواكبت أو توافدت جميع السلطات التشريعية والتنفيذية، وعذرا للسلطات القضائية أيضا شملت بهذا الموضوع لأنها لم تتخذ الإجراءات السليمة، ولاحظنا تسيسها أيضا مع السلطات التشريعية والتنفيذية. توحدت جميعها على أن تكون بمستوى الدهاء لقمع وتسقيط هذه الطلبات وهذه المشاريع الوطنية باتجاه المطالبة بتعديل العملية السياسية التي أودت بالشعب العراقي بهذا المستوى البائس جدا جدا،
وهذا الشعب لا يستحق بلد خيرات وبلد تكنولوجي وبلد صناعي وبلد فيه من المؤهلات أن يكون من المستوى المتقدم جدا جدا. توسمنا خيرا بهذه الطبقة السياسية عام 2003 بعد تغيير النظام البائد، إلا أنهم للأسف الشديد أبدوا باتجاه وفائهم إلى دولهم التي كانوا محتضنين بها، وباتجاه إيفائهم إلى وعمالتهم إلى الدول منها المجاورة ومنها الدولية. أخ قيس، يعني في خصوص في خصوص التظاهرات، يعني اللي ما مفهوم لنا وللشعب العراقي أنه حاليا التظاهرات، يعني خلينا نقول مو بزخمها القوي مثل ما بدت في بداية الأمر، نتيجة انتشار جائحة كورونا، نتيجة دخول شهر رمضان المبارك، وكل عام وكل الشعب العراقي بخير يا ربي وأمة المسلمين أيضا، يعني لنتائج عدة، لكن استهداف المتظاهرين بهاي الوحشية شي مثل؟ نعم أستاذ العزيز، فعلا أنت مثل ما تفضلت أنه الظروف اللي يعني العالمية هي لن تكون فقط دولية أو فقط على مستوى العراق بسبب جائحة وباء كورونا، سببت في اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة في المكوث داخل الدور، إلا أنه سوح الاحتجاج باقية رموزها وباقية مخيمات الاحتجاج باقية، وعندنا ممثلين من الشباب المتظاهر المحتج قاعدين في ساحة الاعتصام وساحة الاحتجاج. هذا سبب هذا الموضوع، سبب على أنه الزخم قل، أعطى فرصة إلى الدولة، للأسف الدولة العميقة والتي لا نعلم من هي بالضبط الذي يدور البلاد، من هو الذي يدير البلاد من حيث الجانب الإداري والجانب السلطوي والجانب الأمني، لأنه كل منهم يسوق باتجاه يأخذ الشرعية له، أودت باتخاذ القمع واتخاذ الإجراءات القاسية جدا جدا والوحشية منها لقمع هاي الثلة البسيطة الباقية من شبابنا المحتجين اللي يمثلون المحتجين، بين الآونة والأخرى يتحدثون الشباب ويخرجون الخروج إلى ساحة الاعتصام مرة أخرى وساحة الاحتجاج لزيادة الزخم لتمديد هذه أو لدعم هذه القوة المتظاهرة اللي موجودة في ساحة الاعتصام سواء كانت في ساحة التحرير أو غير مكان، إلا أنه نحن نوقف هذا ونطالبهم بالصبر الجميل والصبر لغاية لغرض الابتعاد عن أو الإيفاء عن مرض كورونا اللي أودى بهذا البلاد. هذا شيء يمثل بالضبط، هذا يمثل على أنه الناس اللي موجودة تحت ما تسمى بقيادة هذا البلد وإدارة هذا البلد هي غير وطنية وغير جديرة بأن تستمع إلى طلبات هذه هؤلاء المتظاهرين وهذا طلبات الشعب، مما يدلل على أنها ديكتاتورية ويدلل على أنها قمعية ويدلل على أنها فاسدة، ليس فقط من الجانب المالي وإنما فاسدة في الجانب الإداري والجانب الأمني والجانب السياسي. نعم، شكرا شكرا لك أخ قيس من الحلة من محافظة الأنبار أبو سيف، حياك الله. أخ أستاذ رفع الله يساعدك ويساعدك يا ربي. يا حمادك، عندي معتقل صار من 2015 ولحد الان ما ندل اي جهه خدته. نعم. وسواء ما ناقش منك بالله على فلوس، سواء منا على فلوس وضحك معطين واخذ من الفلوس من عندنا. نعم. من 2015 ولحد الان. نعم. وين اعتقله هو؟ والله اعتقل مجلس الزيادة من 2015 ولحد الان. نعم. وما اعرف يا جهه خلفته. ايش قد عمره قول لي يا اخوي العزيز؟ استاذ رفل، عندي هوايه حكي ما اقدر اسولفها بالتلفزيون. ايش قد عمره هو الله يحفظه؟ مواد 81. نعم. وعلى الوقت قابلنا على هذا الخط عندي حكي هوايه حكي اقسم لك بالله شكوى كبيره مو. نعم. على الوقت اخلي هذا الرقم وتخليني اخابرك انت الوحيد خاصة انت. نعم، شكرا 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 لك ابو سيف. ابو فيصل من السعودية حياك الله.
أبقاك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. كيف حالك أستاذ؟ الحمد لله بخير، أنتم إن شاء الله بخير. الله يسلمك، نبارك لكم بالشعب ونبارك الشعب العراقي والأمة العربية والإسلامية. يبارك بعمرك يا رب. الله يعافيك. بالنسبة أستاذ هذه العصابة الحاكمة، ونحن نستغرب يعني الشعب العراقي لحد الآن يعني هم هذول ما يسمون بالعملية التخريبية السياسيين يتنازعون في السرقات والشعب العراقي محروب ويقتلونه، يعني ما هذا لابد ما يتعاون. اول شيء نحيي ثوره التشييع، وهي ثوره التشييع هي صمام الامان للشعب العراقي، سوف يقضي عليها. اما بالنسبه لهذه العصابات الايرانيه المجرمه يعني فهم سراق واخوان، هذول هم اعداء العراق الحقيقي وهم مجرمين، يعني من رئيس الجمهوريه وانزلبه كلهم خونه، هذول عملاء كلهم عملاء يتامرون على الشعب العراقي، لكن هم اخطر من الكورونا واخطر من كل شر. هم لابد من اسقاط هذا النظام، لابد من الشعب العراقي ان يتكاتف ويسقط هذا النظام. تحية لك. حياك الله، حياك الله ابو فيصل. بالنسبه الى كلمه ابو سيف، يعني هي وحده من 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 مصايب الشعب العراقي اللي واقعين بها نتيجه حكام ما بعد عام 2003، هي قضيه الاعتقالات وقضيه المختطفين وقضية المغيبين قسرا، واحدة من الأشياء اللي مأذية الناس، واحدة من الأشياء اللي متعبة الناس، واحدة من الأشياء اللي مخلية الناس عايشة بقلق، ما تعرف ولدها عايشة لو ميتة، ما تعرف ولدها طيبة لا، ما تعرف ولدها وين، ما تعرف ولدها شنو أوضاعهم، ما تعرف ولدها صاحين لو مرضى لو محتاجين لو هواية أمور. يعني من المفترض أنه حتى لو كان معتقل، حتى لو كان مجرم، انه يلتقي باهله، لانه السجن هو مو عقوبه بمعنى العقوبه، باكثر مما هو مركز اصلاحي للمجرم فقط، مو لاي انسان يدخل به بريء. ام شهاب من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. عيوني يمه، رمضان مبارك. يبارك بعمرك يمه. الله يحفظكم ان شاء الله يا ربي، ونشكركم على هذا البرنامج اللي وصل صوت المظلومين. واجبنا امي. نعم، من بغداد. الله يرضى عنك يوم. يسلم عليك ويرضى عنك يا رب، تفضلي. والله يا عيني ما ادري منين ابدي ومنين انتهي. اني ام شهاب من بغداد. نعم. عندي اولادي اثنين شهداء. الله يرحمهم يا رب. قتلهم الارهاب. يرحم والديك. وعندي واحد انخطف عام 2014. نعم. كان مسجون بفرقة 17، واني اتمنى اريد يعني رقمك الخاص ده فهمك موضوع هذا المخطوف. اي والله. نعم. وعندي واحد والله وكل حرب بالقران، وهذا اشراف رمضان محتقل بالتاجي، مرت همسه تهمة باطله من اهل الثوره بالمدينه، احلفت عليها بالقران وحكومه نجم عبد يدعون مؤبد، وحسبي الله ونعم الوكيل. بس وهسه اني مره عندي بتر وعندي كومه ايتام، لا حول ولا قوه. ام شهاب ولا امر عليك، بس حتى نفتهم القضيه صح، انت عندك واحد مختطف من 2014 وعندك واحد محكوم مؤبد ثاني. نعم، وعندي اثنين شهداء وابوهم، يعني اربعه اني عندي، واني عندي بتر. الله يعطيك الصحه والعافيه يا ربي. واريد وليدي من الله ومن كل شريف وطيب بيخاف الله. زين، ولا امر عليك، انحكم مؤبد على شنو القضيه؟ والله يا ابي الله شاهد، هو عنده سبع دعاوي، خمسة مدري ستة، العالم فرجت عنه حتى من البصرة فرجت عنه، لأن تعرف هو شنو. وهاي المرة حلفت علي باطل، تريد فلوس، تريد فصول. الله ومان الله وكل هو وياك. بس هي القضية اللي انحكم عليها شنو؟ يعني اتهموه بشنو وانحكم مؤبد؟ مخصوص خطية، هو من التعذيب بالظلم والكثير، محترف على الناس كلها حتى على أخوه محترف. الله يشهد. نعم. اي والله يا يمه، بس هذا اللي قلت لك كان هو فرقه 17 يم مقدم
حسن نيماتي، وانا اريد رقمك يا عيني يا يما فدول قلبك، والله حال الضيم حالي، والله صبح وعصر السبعة هاي الاذاعه. الله يحفظكم. نعم يحفظ والديك يا ربي. اي والله يحفظك يا ربي. اي والله واريد نطالب من الحكومه تفرز عن اولادنا، يعني تفرز عنهم، مو هذا الله ما يقبلها. يعني والله وضعيتنا تعبت، اولادنا مظلومين، صار لي 5 أشهر ما شايفه ابني بالتالي. 5 أشهر ما تحتيه ما ندري. نطلب افراج العام من اهل المروه، وين نروح احنا؟ ونشكر المظاهرين ان شاء الله، بلكت المظاهرين يطلعون اولادنا، بلكت الاجنبي، بلكت وجوه العشائر. الله اكبر الله اكبر، دمعتنا والله ما نفطر، والله نفطر ما نفطر، نبكي نشوفهم قبال عيوننا. والله ما يصير، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خلي يشوفون نفسهم، خلي يشوفون اولادهم هم وين متنعمين واحنا وين. حسبي الله ونعم الوكيل. عيوني يمه. هلا بيك يمه، شكرا. واني يعني اشكركم وقلت لك اريد رقمك. شكرا شكرا يمه شكرا. يعني ما اعرف شو اعلق على هذا الاتصال. اريد اسال عاليا صيف ولا حنان الفتلاوي ولا اي وحده من المسؤولين او البرلمانيين او وزيره، قولي لي اذا رجلك وولدك 2 شهداء واثنين مسجونين وواحد ما تعرفين عنه كل شيء والثاني يحكم ظلم، شنو شعورك؟ وراح تسكتين له؟ لا لا راح تروحين تجيبين واسطه من نيران تاج الراس. يعني مره تقول عندي ايتام ناطقه للشهداء، رجلها وولدها 2، واحد عندها مختطف من 2014 صار له 5 سنين بالسجن، وواحد محكوم مؤبد. الله يعينك والله يا ام شهاب، الله يعينك. ام حسين من النجف حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. يبعد عمري يا يمه، قد بنيه مسجون. سلم عمرك يا رب، تفضل يمه. قد بنيه مسجون. نعم. وفي السجن الخرابية. نعم. إيه وهسه عليه 4 سنوات وعدة تنزل. زين هو محكوم لو لحد ما تعرفي عنه شيء؟ لا لا والله حكموا عليه مؤبد لو أعدام. لو مؤبد لو أعدام يعني ما متأكدة من الحكم أصلاً. إيه بعده هو عد حكمه عليه صدر منك، من شافوا الحكم هتشي دز علينا القاضي. شنو القضية والله أم حسين؟ أم حسين القضية مالته صارت عائلية، عركة عائلية بيناتنا احنا. عفوا عركة عائلية؟ ايه عركة عائلية صارت. يعني حكم مؤبد لو اعدام؟ ايه وصارت القتل واحد من عائلتي. طيب. وانا حق الشخص والدته متنازلة عنه. وحصل على التمييز، هسه دزوها لبغداد التمييز. البغداد لهسه ما رادعه. طيب. ولا أربع سنوات التمييز ببغداد ما راجع لي، لا راجع لي مثل محكوم، لا راجع لي مطلق سراحته، هو عدة تنزل. طيب. وانا عدي 7 أيتام. والله طيب. والله ما بي لا بي امشي لولي 4 أشهر لا سامع صوته ولا شايفته. طيب ونرجع نداعكم هاي الشريفه المغاره، اريد من عندكم بركه توصلون صوتنا يا اخي. وصل صوتك ام حسين وسمعوا كل العالم. والله ملينا ترى، والله ملينا يا اخي، والله ملينا ترى، الله وكيلك ملينا. وهسه لا منطينهم موبايلات نسمع صوتهم، ولا مثل العده تنزل يتحملون مسؤوليه الاخر بيشين بالسجين. نعم. إلى صار عدة نيز هم يتحملون مسؤولية أن تختار بي شيء مثل انتحر نفسه مثل هاي، هو العدة نيز الغير إلى حق العام سنة 6 شهور يا خيي. طيب. فدوا أروح لك، تسلمون يا عمري. شكرا شكرا. نشكر هناكم هاي الشريحة يا قلبي. شكرا شكرا لك. بس أكو تعليق على قضية يعني ابنها الأم حسين، محكوم مؤبد أو إعدام على قضية شجار عائلي صارت بها عملية قتل أو حالة قتل. يعني ما اعرف، انا مو قانوني، بس حسب ما قريت وحسب ما شفت وحسب ما خبرتي البسيطه اتوقع يا القاضي يا المحقق كل شيء ما يفتهم بالقضاء.
أتوقع، لأنه يعني إذا كان شجار فهي أكيد أكو عصبية، فالعصبية سببت حالة القتل، فيكون حالة القتل غير متعمد، فيكون قتل من الدرجة الثانية، مو سبق الإصرار والترصد، ومو جريمة، يعني مو جرم جنائي، يكون ثانوي، فما يوصل إلى المؤبد والإعدام، بها حكم آخر، ما أعرف. بس أتوقع أنه اللي حكم ابنك يا أم حسين لا هو قاضي ولا اللي حقق ويا محقق، ما أحكي غيرها. أم حسين من البصرة، حياك الله. عيوني هلا بيك يمه. هلا بيك يوم. ما يسلمك الله يساعدك عيوني. ويساعدك يمه، تفضلي. تدور عينك يمه، أنا ابني صار له سنتين ونص بالسجن. نعم. وأنا مريضة ومشلولة يا يمه، وصاحب جهاز عنده 5 جهاز برقبتي، الله شاهد العالم تعطيهم أكل. نعم. عيوني وخلص من المحكومية 2 ونص، حكمه 5 سنين وشهر. نعم. اي يمه، وعندي قضية ثانية قدوة اروح لك يمه. قولي يمه. عيوني خاف تصير زعمة عليك، عندي راتبي مع الرعاية. نعم. وقفوه علي. ليش؟ رحت البغداد، رحت البغداد الوفاة الكاظم، رحت مصامد كان يقول مرفوضة. ليش؟ ما هذا مرفوضة، يقول لي خاف متزوجة، أنا مشغولة مقرمطة رجلي وإيدي. إي. نعم. وقفوا قالوا ماكو، كل ما أراجع دبيت كراوي كوم ومو عندي، كلمة تالية الباب مسدودة. ماكو جواب. زين أنا شنو مصيري؟ أنا يا يما عندي جهال برقبتي وتوليدي حفاضات مريضة أنا تعبانة، علاجي رادلي. ايه نعم. قال ابني ويا يمه. نعم. تدور عينك شوي لي شارع، تدور اروح لك. وصل صوتك. الله يرضى عليك الدنيا واخره. وصل يمه. وصل صوتك ام حسين، شكرا شكرا جزيلا. ايه عيوني انا موجود يدي يمه. ما شاء الله. وانا مريضه يابا، اقول خاف اموت في الحرب بالبلديه تدخلي. والله يا يمه اختار جيبه شايفك. لا اله الا الله. الله يعينك يمه، الله يعينك، شكرا شكرا جزيلا لك. سراب من الموصل، حياك الله. الو. الو. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخوي يعني عندي اخوي معتقل. نعم. بالناصريه. نعم. مواليد 2003. طيب. هو محضر سري اشتكى عليه. صار له شقد؟ بس عفوا اذا تعيدي لي كلمه ما سمعته. هو مواليد 2003. اي. واخذوه 2017. نعم. وهو بريء والله العظيم. ايش قد صار له معتقل؟ صار له من 2017. صار له 6 سنين ونص. نعم. هو انحكم 10 سنوات. على شنو؟ بالناصرية حاليا. دعوى ارهاب. دعوة شنو؟ إرهاب. إرهاب. إرهاب؟ إيه. إيش قد كان عمره من أخذه؟ والله يمكن عمره 12 سنة. مواليد 2003. 14 سنة يعني 2003 قلتي 2017 عمره 14 سنة يعني. إيه. إيه. دعوة إرهاب؟ نطالب بالعفو العام. إيه والله دعوة إرهاب. عمره 14 سنة ودعوة إرهاب؟ هذا بيا قانون؟ إيه والله. والله اي قانون ما نعرف، اي قانون نحق من حكومتنا. طيب. بس سؤال صغير تحس. نعم. يصير يتنازل عنه المشتكي، احنا عرفناه. والله يا اختي عزيزة ما اعرف. يصير تنازل؟ نعم. يصير؟ والله يا اختي ما اعرف. نطالب بالعفو العام بس يا الله، وصلتوا لنا صوتنا انتو. وصل صوتك اخت سراب، وصل صوتك. شكرا شكرا جزيلا لك. ام يحيى من بغداد، تفضلي. شلونك عيني شلونك بعد؟ هلا يوم، تفضلي. يعني على هم قاعدين يحجون يعني لا حلال الفتلاوي ولا اللوخ، هي هم ما دايرين بال، هم ما دايرين بال الشعب، وهم اساسا يعني هم خايفين
هم دا يسوون حضرة تجوال على مود المظاهرات، هم ما خايفين على الشعب، هم هسه بمدهم يقتلونه، يعني هم هسه بمدهم يقتلونه. أنا وحدة من المتظاهرات حياة الله. زين هم بمدهم يقتلونه، زين من يشات أحزاب ما يقدرونه، إحنا يسقط النظام كله. زين حنان فتلاوي ولا الحلبوسي قبل شوية بالضالب تعشقية، والله الموقف بتشاني أم مهند راحوا عليها اعطوها جوادة واعطوها مبلغ كبير، قالت لهم أني ما أريد كل شيء، ما أريد، أني أريد حقي، حق ابني وحق الشهداء. ها بس أقول للنسوان اللي اتجرت الأذن مال المقتدى، ها اتجرت الأذن، ها خل تطلع مثل ما طلعت أم مهند هسه. زين اعطوها فلوس وما رادت فلوس، قالت أنا أريد حقي وحق الشهداء، والنظام جذريا يسقط. زين شنو هذولي؟ شنو شنو؟ وهسه يزيدك معلومة، الزراعة مال الزراعة أستاذ نعم إيراني ملتزمها، كل خميس وجمعة يروح الإيران، هو الملتزمها نعم، وجايات تريلات من الرمادي كلها بيها سلاح وبيها بكيفيات. زين على مود يضربون المتظاهرين بيهن، جايبيها من إيران أسلحة، أسلحة جايبين من إيران بالمنشآت. زين شو تقولين من إيران ومن الرمادي؟ شو جاب إيران على الرمادي؟ لا هم جايبيها من الرمادي، هم جايبيها من الرمادي، خاشة من الرمادي، خاشة من الرمادي. شلون خاشة من الرمادي وهي من إيران أم يحيى؟ هي اسمعني عيني فجوال عينك، هي هناك من الرمادي، خليها بالرمادي الأسلحة، خليها بالرمادي أبويا، سيارات منشآت جاية من إيران، خليها بالرمادي الأسلحة بالرمادي. طيب أي الأسلحة كلها بالرمادي. زين طيب. أسلحة جاية من إيران خليها بالرمادي. طيب زين شكرا. والزراعة الزراعة الزراعة بيها إيراني إيراني ملتزمها. نعم نعم الله يقبلها. ليش مو عراقي؟ ليش مو عراقي يلتزمها؟ هو منو موجود بالحكومة العراقية عراقي حتى تسألين على هذا بالذات؟ كلهم مو عراقيين أم يحيى، كلهم. أما كلهم مو عراق، أي كلهم مو عراقيين، كلهم مو عراقيين. وبرهم صالح يوم يا مد الكتاب، يا خالي الكتاب، يا كتاب هذا دا يبحث على الشعب، ماكو بعد ضحك، هذا الضحك بعد ماكو، هذا الضحك بعد ماكو، يا مد الكتاب ويا خالي الكتاب، عيب عليه، خلي يطلع، والله خلي يطلع. خل يطلع هو اساسا ويا ايران، هو ويا ايران، هو والحلبوسي والاخ والاخ، هم اساسهم ايرانيين. طيب. وهذا شو اسمه هذا قاهان بيوم قال مقتدى قال تحترق بغداد، ليش ان يحرقوها على ياسر؟ طيب واكو واحد ابو لحيه يقول احنا افتخارا اخذنا العراق، افتخارا اخذنا سوريا، افتخارا اخذنا لبنان، افتخارا اخذنا اليمن، ليش؟ يا شنو داي؟ فأني أنبه العرب كلها كافة، مثل ما قال صدام حسين أنفرح ما على روحه، قال خلي ينتبهون العرب، خلي ينتبهون العرب من الفرس، والله العظيم أنفرح ما على روحه، خلي ينتبهون. شكرا والله العظيم لا حيطبونهم. شكرا شكرا لك ام يحيى، بس اريد افسح المجال الى باقي المتصلين. عندي ام احمد كان المفروض تفوت من صلاح الدين لكن انقطع الاتصال وياها. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونرجع لكم. هاي رجالك يا وطن، هاي رجالك يا وطن، هاي رجالك يا وطن، هاي رجالك
الله صلى على محمد وعلى محمد بالحبوبي ساحة الحبوبي ساحة التظاهرات قبل سكتنا للناس اللي هتفت على سيد المقتدر حسن قص شاربة بالنعال بالقندرة مو بالنعال بالقندرة وحق علي بن أبي طالب متحي لكم تحية الحرق الأخضر واليابس بيكم اللي هتفتوا فقط شواربكم نقصها بالعطاس سكتنا قبل نريد نوقف على تاليتكم هسا عرفنا تاليتكم ووضعكم جياف خياس. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. الفيديو لأحد عناصر ميليشيات قبعة الزرق التابعة إلى مقتدى الصدر دي يهدد المتظاهرين ودي يتوعد لهم ويقول احنا متهيئ لكم تهيئ. هو بيّن تهيئكم من البارحة من الار بي جيات والرصاص الحي بيّنتوا انتوا شنو واصلا انتوا مو من البارحة بيّنتوا من أول هجوم لقبعة الزرق انتوا شنو ومن قبلها أول هجوم للقوات الأمنية على المتظاهرين انتوا شنو. متظاهر شايل علم وشايل وردة ومتظاهر يقول أنا ما أريد حزب يحكمني ما أريد واحد مو عراقي يحكمني ما أريد واحد ولاء الغير بلد يحكمني ما أريد فساد ما أريد دمار ما أريد سرقات ما أريد نهب ما أريد واسطات ما أريد محسوبية ما أريد تدخل خارجي ما أريد كل شيء أريد ابن بلدي يحكمني كائن ما يكون ما أريد طائفية أريد نرجع عيد وحدة. جابه توب قنابل دخان عسكرية وإطلاق رصاص حي وقتلتوا من قتلتوا عذبتوا من عذبتوا وخطفتوا من خطفتوا فأنتوا بيّنتوا أنتوا شنو. أما أعتذر للسادة المشاهدين على بعض الكلمات البذيئة اللي ظهرت من الشخص اللي ما أعرفه منه أصلا حتى يتكلم بهذه الطريقة ويا الشعب العراقي وشنو هو حجمه أمام الشعب العراقي. لكن هو هذا ديدنهم هو هذا حال لسانهم حبينا أوريكم إياه. عندي من بغداد فراس حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي. أنا أولاد أخذهم 2014 ثلاثة وأبوهم وما وقفت على مصيرهم أخذتهم فرقة 17. عفوا بداية منو يا العفو؟ وهذا ندق عليك فراس عامر أنا أم نسا خليفة. يعني أنت أم فراس حياك الله أم فراس. والله أولادي خذوهم 2014 ست ولاد واحد من عندهم عمره 14 سنة وزوجي ولحد الآن أنا ما عثرت عليهم. كم ولد أخذوا لك يمه؟ ثلاثة وأبوهم. ثلاثة إيش قد أعمارهم؟ واحد عمره 14 سنة أصغر واحد. والأخ؟ والآخر متزوج عنده ولد جهال اثنين وواحد عنده ثلاث جهال. نعم. وأربع على الله وعليك. نعم. إي والله يمه ما وقفت على مصيرهم مداها ما أخذتهم. ومن وين راحوا هم يمه؟ مداها ما أخذتهم منها من البيت والله يوم. من يا منطقة يمه يرحم والديك؟ منطقة اللطيفية. من اللطيفية زين شنو التهمة منو أخذ يعني ما عرفتي؟ ما عرفت مداها ما أخذتهم بالزرع وأخذتهم. زين ما سألت عليهم ايش قالوا لك؟ ما خليت لا خليت ناصرية ولا خليت بصرة ولا خليت ما خليت سجني وتجد على الأرض أنا ما لقيتهم. طيب. وأنا أستربع على الله عليك. وصل صوتك يما. اي والله يما الف رحمة على والديك والله ما بدك الحوبة جاعدة. يرحم والديك يما يرحم والديك. شكرا أيوة شكرا يوم. شكرا جزيلا لك ام فراس. وإن شاء الله يا ربي يطمنك على ولدك الثلاثة وأبوهم يا ربي. عبد الرزاق من بغداد حياك الله. عبد الرزاق. نعم تفضل. حبيب قلبي تفضل أخوي أنت داق على القناة. ألو. ألو ألو حبيبي تفضل تعال الهواء. أي والله عندك عبد. تفضل أخوي تعال الهواء. أي الله يساعد أخوي. ويساعدك. والله العظيم أنا قاعد بالإيجار. نعم. ألو. قاعد بالإيجار وبالإيجار الإيجارة وصار لهاي شهرين قاعد أنا لا شغل ولا عمل ومحتار وعندي سبع بنات وما أدري وين أروح. نعم. إيه وهل محتار.
ابو الايجار يقول نطلع من البيت، وين اروح؟ نعم. اي والله استاذ هاي مشكلتي. الله يعينك يا رب. نعم. والله مو محتار البارحه والله مداني 25 للفطور مال البنات. طيب شكرا، شكرا لك اخ عبد الرزاق. يعني رساله عبد الرزاق واضحه، واحنا نوجه رساله الى اصحاب الاملاك بالعراق حاليا في الوقت الحالي بالذات، خصوصا بالحال اللي ديعاني الشعب العراقي نتيجه جائحه كورونا، حال اللي ديعاني العالم كله، الاشغال متوقفه، الارزاق متوقفه، الحياة صايرة صعبة، فأصحاب الإيجارات هلا تنهلا بالناس اللي قاعدة يمكم، لأنه إذا هو مو قادر يجيب أكل ومي وشرب لبيته منين راح يعطيك الإيجار؟ وإذا أنت طرده هو وعائلته وين راح ينام؟ إذا أنت تقول أنا مالي دخل أنا أريد إيجاري، تبقى أنت ويا عراقيين. فهلا تنهلا بالمؤجرين يا أصحاب الأملاك. أما في خصوص رسائل الواتساب، عندي رسالة تقول السلام عليكم، أنا أشكر هاي القناة اللي توصل صوت المظلوم، أريد من خلال قناتكم الموقرة أن أتحدث عن موضوع العفو عن السجينات من النساء، ليش ما يطلعوهن ويفرحون أهلهن؟ والله تكسبون أجر تفرحون أطفالهن وهن نساء، وأرجو من قناتكم توصيل صوتي للجهات المعنية. تحياتي أنا أم محمد. السلام عليكم، تحية خاصة لقناة الرافدين، تحية خاصة لجميع المتظاهرين، وعلى هاي الحكومة أن تشكر الله على مرض كورونا، لولا كورونا هاي الحكومة في مزبلة التاريخ، وعلى المحاكم الدولية أن تضيف مقتدى الصدر على قائمة مجرمي الحرب والخزي والعار على هاي الحكومة. السلام عليكم، حبيت أشكر هاي القناة اللي توصل صوت المواطنين من خلال هذا المنبر، أريد أوصل صوتي بشأن السجناء من النساء، ليش ما يطلعون النساء هن؟ لا حول ولا قوة، شكوا ساجنيهن، فرحوا أطفالهم وأهلهم، وجاي عيد والله يوفقكم. تحياتي أنا أم نور من بغداد، حياك الله. السلام عليكم، أشكر قناتكم الشريفة اللي توصل صوت المظلومين، أستاذ أفل المحامين كلهم بيسوون نصب واحتيال على الناس الفقرة، جيبوا فلوس حتى نطلع ولدكم من السجن وهذا حالنا. السلام عليكم أخي، أطالب بالعفو العام، والله أخويا صار له 13 سنة بسجن الناصرية، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. آني أم أنس، حياك الله. السلام عليكم أستاذ أفل، الرجل الصحيح في المكان الصحيح قبل 2003، كان العراق مثل الأسد اقتصاديا وسياسيا، وكان حامي دول الخليج من إيران. أخوكم أحمد من مصر المحلة الكبرى، حياك الله وحيا الله أخواننا المصريين. السلام عليكم أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ أفل المحترم وللجميع. العراق للعراقيين، ثوار ثورة تشرين المباركة من عام 2003، العراق بيد اللصوص والقتلة من الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم، عاثوا في الأرض والنسل والحرث فسادا، وحان وقت العمل بجد، واليوم على الشعب أن ينهض ويعمل بكل الطاقات للخلاص من الاحتلالين الأمريكي والإيراني والجرذان، تنتهي على يد مكناسة العراقيات النصر حليف الثوار والثورة، أمل الشعب العراقي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. ألو، السلام عليكم، بالبداية رمضان كريم عليكم أستاذ أفل، وينعاد عليك بالصحة والعافية أخوي العزيز محمد من الأنبار. أستاذ، بالنسبة لحكومة وميليشياتها العميلة لإيران، فقد شرعيتها عندما سقطت أول قطرة دم في ساحات التظاهر، والحل الوحيد هو حل البرلمان وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وهذا سيتحقق قريبا عن طريق ثورة تشرين مهما طالت الأيام، وسيحاولون المتسببين بالدم العراقي إلى محاكمة عادلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا أم حسين من البصرة، أحب أناشدكم من قناتكم الكريمة على العفو العام، وتوصلون صوتنا فضلا وليس أمرا، وصل صوتك يما إن شاء الله. السلام عليكم أستاذ أفل، هذا شهر رمضان الكريم، أطلب من كل من له كلمة تصل إلى المسؤولين عن السجناء أن يتقوا الله بالسجناء، لأنهم يعرفون
99% منهم أبرياء، ولكن سحب منهم الاعتراف بالإكراه والتعذيب. اتقوا الله يا الحكام، لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. وصلوا أصواتنا، العفو العام مطلبنا. رسالة أخرى، السلام عليكم، أنا ميثاق من محافظة الناصرية، ردوا علي أخ ميثاق، لا تزعل من أدنى أو لا تزعل من أدنى، برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل عليه أي مكالمة. رسالة أخرى، السلام عليكم، أنا أم أحمد من بغداد، ابن الحكم 15 سنة بدعوة كيدية، وهو خريج بكالوريوس إنجليزي من الأوائل، ويعاني من أمراض مزمنة، ضغط وسكري وقلب، نطلب بإقرار العفو العام من حكومة الظلم والفساد. السلام عليكم، على هذا البرنامج اللي أشكر هذا البرنامج اللي ينقل هموم الناس، والسلام على مدير القناة. أنا عندي أخوي اعتقلوه من 2007 لحد الآن، حكموه إعدام، ومن أثر التعذيب محافظة الناصرية والتهمة ماته. قضية اليماني، هو أصلا مو بهاي القضية، وعذبوه جماعة أبو لقاء، ضابط بالجيش وبدر، ولحمهم جلال الدين الصغير في دار يوم الجمعة. الحكم هم جلال الدين الصغير، وهم تقريبا 22 نفر، والحكم صدر إعدام بحقهم في دار، ولسه بالمحكمة، لأن نفوذهم وحسابهم مصيدرين عليه. ولكم الشكر، نطالب بإعادة الحكم. مساء الخير أستاذ أفل، شلون الصحة؟ زين إن شاء الله، تحياتنا لك والكادر البرنامج. أنا اعتقلوني من مستشفى الكندي بتاريخ 13/2006، احنا كنا رايحين عندنا جنازة بالثلاجة، مرة كبيرة بالسن، عمرها 89 سنة، بس احنا طلعونا بيوم واحد، والجنازة بقت بالثلاجة. بس الله عليك أستاذ، أكو بالعالم اعتقالات بالمستشفى، إذا أكو اعتقالات بالمستشفيات بالعالم تعال عاتبني. تحياتنا إلك وللكادر وللبرنامج الشريف، أنتو تاج على راسي. أنا أبو سيف، أنا أبو يوسف من بغداد، رمضان كريم عليكم، وكل عام وأنتوا بألف خير، وأنت بألف خير يا أبو يوسف. أبو كرار من البصرة، حياك الله، تحية لك أستاذ. أخي، هاي الحكومة ما فكرت بينا، إيش راح ناكل؟ إحنا كسبة وأجور يومية، وهسه لازمين البيوت، ولا شغل ولا عمل، ومنا حظر. أنت يا مقدم البرنامج انطيني حل، شو أسوي؟ هل الحل الانتحار لو أبيع أطفالي؟ الله شاهد، والله لحد الآن بدون فطور، وين أهل الرحم؟ رسالتك يا أبو كرار توجع القلب. الحل أكيد مو الانتحار ولا تبيع أطفالك، بس الحل مو يمي ولا يم القناة، الحل بيد الناس اللي تقول على نفسها سياسيين وهم حكومة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم أحلى من أحييكم من الأنبار يا أخي، وقلت لهم أولاد ومتجرنا بإرادة الله سبحانه وتعالى، نرجع إن شاء الله. السلام عليكم للرافدين، أخوكم علي، ما قاعد نحصلكم، أتمنى تردون. ثاني شيء، إيران مخربطة العراق، وهي الحكومة لازم نسوي لها حل. شكرا، تحية لقناتكم. يا رؤساء العراق، رئيس الجمهورية والبرلمان والوزراء، ثلاثتكم يا ما حملتم المسؤولية أمام الله، أين أنتم من الملوك والرؤساء العرب والمسلمين الذين أصدروا العفو العام عن شعوبهم ممن سجن وهو مرتكب جريمة؟ فكيف بسجناء العراق الذين دخلوا السجون ظلما لعدة أسباب، منها التعذيب والإكراه؟ نتمنى من قناتكم إيصال أصوات أهل المعتقلين، والعفو العام هو مطلبنا. تحياتي لأهلنا بالعراق العريق الشقيق، أخوكم من الأحواز العربية، حياك الله، وكل عام وأنتم بألف خير، وإخواننا بالأحواز. السلام عليكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، أخوكم أبو عمر من أمريكا، ومنا ومنك يا رب. السلام عليكم ورمضان كريم، أخي العزيز، الشعب عرف شنو العلة ومنه اللي عليه، وما راح تخوفنا لا جماعة مقتدى ولا غيره، والنصر للثوار رنا من بابل، تحياتي لكم. السلام عليكم، نناشد الحكومة من خلال قناتكم الموقرة، تفرحنا وينطون عفو عام لخاطر الله، وهذا عيد، فرحونا، خلونا نعيد مثل باقي الناس، الخاطر دمعة الأمهات، فرحونا وطلعوا ولدنا من السجون. السلام عليكم، أنا ابني بريء، هسه عليه تهمة مؤكدة وحكمه إعدام، أرجو أن تطلقون سراحة. رسالة أخرى، السلام عليكم، أنا هلا من ديالة، ابني بريء ومحاكم في سجن الناصرية، صار لسنة، وصار لي سنة ما شايفت العفو، أنا أم جبار، والله يوفقكم، بس أشوف عذرا، أنا قرأت هي من أهالي ديالة بس مكتوبة غلط، أنا من أهالي ديالة، هي أم جبار، حياك الله أختي أم جبار. رسالة أخرى، عاش العراق شامخا بأبطاله النشامة، عاش العراق أرضا وشعبا وتراثا وتاريخا وحضارة، والموت للعمائم النتنة الفاسدة اللي دمرت ومزقت العراق، أخوكم من الأحواز العربية.
رمضان كريم، العفو العام مطلبنا، ونشكر قناتكم ونطلب تبييض السجون. كان هذا ملخص الرسائل اللي وصلتنا اليوم. القضية وما بها في العراق اليوم، احنا حاليا في جائحة وفي وباء منتشر في كل العالم، وهذا شيء معلوم. لكن الما معلوم في العراق اليوم انه لما يعني تفرض قرار الحظر على الشعب وتقعدهم ببيوتهم وتخسر الناس حياتهم، خصوصا اللي هو مو موظف او صاحب مهنه، اللي هو الكاسب واللي يعيش يومه واللي ما يقدر يجيب لقمه العيش، مثل رساله ابو كرار اللي تدمي القلب، يقول انا ولدي ما عدنا فطور الى هسه، والساعه دخلت على الساعه 11 بالليل. ف اين انتم من عمر بن الخطاب او من الخلفاء الراشدين؟ اللي سمع عمر بن الخطاب اكو جهال دا يبكون من الجوع، راح شال شي 6 طحين على كتفه، ولما راد يساعده قال له انت راح تشيل عني ذنوبي؟ قال له لا، قال له فعوفني. فانتو وين وذولاك وين؟ ومع الاسف يقولون احنا احزاب اسلاميه. برنامج صوتكم انتهى مشاهدينا الكرام، نلتقيكم ان شاء الله باكر نفس الموعد بحلقة جديدة من برنامج صوتكم. إلى حين موعدنا يوم غد، في أمان الله.